لو حبينا نعرف ايه هو الثراء الفني مش هنلاقي نموذج افضل من مشوار الفنان الكبير اللي ادى للفن يمكن اكتر من اللي خده منه. مهندس الميكانيكا اللي ابدع على خشبه المسرح وتالق في السينما والتلفزيون فبقى كده شاهد على مراحل مهمه مر بيها الفن المصري، احداث وشخصيات وتحولات جذريه، مشاهد حفظتها الذاكره بتاعته وكونت خبراته ونظرته للفن والحياة. سنة 69 كانت نقلة كبيرة في حياته، وقتها كان عادي جدا يسمع حد بينده عليه ويقول له يا باش مهندس، لكن الغريب أنه كان بيفرح أكتر لما حد يقول له واد يا صليط، لأن الجملة دي كانت البداية الحقيقية لنجاحه الفني لما قدم شخصية صليط في مسرحية سيدتي الجميلة. وهنكتشف النهاردة أنه ربما لم تكن هذه هي المسرحية الأولى في حياته، وأن كان في مسرحيات قبلها لو كانت اتصورت وقتها ربما كانت الأشهر من سيدتي الجميلة. بعد سيدتي الجميلة اشتهر جدا نجمنا النهاردة في أعمال ناجحة ومشهورة، أفلام زي سفاح النساء، لا يا من كنت حبيبي، الراقصة والسياسي، مسلسلات زي دموع في عيون وقحة، رأفة الهجان، هوانم جاردن سيتي، عائلة الحاج متولي، ليالي الحلمية، المسرحيات طبعا من أول بقى إيه أنا وهو وهي لحد الواد سيد الشغال. كل شخصية قدمها في الأعمال دي رسمت جزء من ملامح موهبته الكبيرة اللي اتولدت على مسرح الجامعة زي فنانين كتير من جيله، واللي أسس جواه فكرته عن رسالة الفن ودوره ويعني إيه الفنان، يعني إيه الفنان أصلا ممكن يتعب ويضحي عشان يتقن الدور اللي بيأديه. كل شخصية قدر يلونها بأسلوبه الخاص فبقت واضحة جدا في الأعمال اللي بيشارك فيها، لأنه مش بيحب الحضور الباهت، مش بيؤمن بفكرة التواجد من أجل التواجد، عشان كده الشخصيات اللي جسدها بتفضل عايشة معانا والجمهور بيتفاعل معها جدا لأنها خرجت كلها من معطف فاروق فلوكس الفنان الكبير اللي منورنا في مصر جديدة. مساء الفل، أنا سعيدة جدا أن حضرتك معانا النهاردة في مصر جديدة. مساء الخير يا فندم، أنا سعادتي أكتر بأن أنا أتقابل مع حضرتك في هذا البرنامج، وأتمنى أن أكون مفيد. يعني إذا كان هناك مشوار في الحياة أرجو أن أنا أكون جيد في توصيله للناس كخبرة. يعني أكيد أكيد حضرتك يعني فنان قدير وشرف لينا أن حضرتك تبقى معانا النهاردة، بس الأول الحمد لله على سلامة يسر، سمعت أنها يعني كانت عاملة حادثة. والله هي بنت مكافحة جدا، وكان عندها محاضرة في بني سويف وعملت حادثة مع عربية كار في السكة، والحمد لله ما فيش مشاكل الحمد لله، وتصرفوا وخدوا العربية وراحت عملت محاضرتها وجت، وأنا كل ده ما أعرفش. إنما قالت لجوزها وجوزها راح، يعني تصرفت يعني، والحمد لله ما فيهاش حاجة أبدا وكويسة، ودي بنت شاطرة جدا. هي شاطرة، احنا شفنا الحفلة بتاعت يوم الشهيد اللي عملتها قدام سيادة الرئيس، كانت حفلة جميلة جدا. طبعا الجزء الاولاني هي اللي عملته واخرجته، ف يعني ما عندكيش فكرة كانت الجزء اللي هو فيه المسرحية. نعم، الجزء اللي كان فيه المسرحية، اللي هو فيه المسرحيات دي صور من الشهادات. شهادة، وهو الحقيقة احنا محتاجين نشوف صور من الشهادة ازاي تمت يعني. وهي مثلا تلاقي موقف عملته ده يساوي مسلسل يعني، النتيجة بتاعت كده، وذلك كان ليها تأثير عالي جدا، وكانت شاطرة، وهي من نوع الشاطر المخلص جدا يعني. وربنا وفقها، وانا ولادي كده كمان مع احمد نفس الحكاية، شاطر ومخلص، شاطر جدا كمان. طيب قبل ما اروح لاحمد لاني عاوزه اتوقف عنده، يسر قالت عنك وكتبت عنك كلام جميل جدا، ابويا ده احسن اب ممكن تشوفه في الدنيا، اتعلمنا منه حاجات كتير قوي، الجدعانه طيبه القلب خدتها من ابويا. دي شهاده يسر عنك، غرست فيها الجدعانه والطيبه وانها تبقى مكافحه وتروح هنا وهنا علشان تثبت نفسها. والله هي الحياه كلها كده يعني، الحقيقة ان يعني انا مش عايش لوحدي في الدنيا، فلازم ادي عشان اخد.
مش هاخد بس. صحيح. فأنا راجل منظم أوي في حياتي، عطاء للآخرين، عندي صداقات من سنة 54 وانت جاية محتفظ بيها. مين صداقاتك؟ مين صداقاتك من الوسط الفني؟ لا من الوسط صداقات قليلة جدا يعني. مين؟ لكن هما في صداقات من الجامعة يعني وانت جاية، في من توفاهم الله، دول كلهم يا اما مهندسين يا اما دكاترة يا اما كده. انما في الوسط الفني انا بعتبرهم كلهم اصحابي يعني، لان الصداقة في الوسط الفني صعبة شوية. ليه؟ ليه صعبة؟ يعني اعرف او اسمع يعني، يعني عايز اقول ان بيبقى ال مع عدوك اللي بنكارك؟ معرفش، لكن اللي انا عارفه ان هم الصداقات معاهم صعبة، خصوصا انها اصل الفن حب ظهور يعني، بسبب الفن لازم يظهر لازم يبان. فأي حاجة ضد هذا ما بقاش صاحبي. بس فأنا بتعامل معهم انهم حبايبي يعني، وهو ياخد قبل مني مش مشكلة يعني، ما عنديش مشاكل. لكن انا بحتفظ سبب من الصداقات فيهم صداقات محترمة يعني، بحب عندك المخرج احمد يحيى، المخرج محمد عبد العزيز، الله يرحم المخرج احمد يحيى، طبعا مخرج جميل كان ليه طبعا اعمال مهمة، بس لسه متوفي قريب جدا. سبحان الله. تصوري كانت في بالي بقاله اسبوع. كان صاحبي جدا جدا، ومحمود ومحمد عبد العزيز صاحبي جدا، واخوه عمر طبعا عبد العزيز يعني، دول اصحابي. وبعدين على فكره مش عشان هو النقيب اشرف زكي، لا صاحبي يعني، اميل اليه يعني، شخصيه اميل اليه. هو راجل جدع لانه خدوم جدع. و في السيدات بقى تلاقي عندي ميمي جمال صاحبتي قوي، و يعني نوع انواع الصداقه اللي احنا ممكن، وكانت الله يرحمها رجاء جداوي كده، ان احنا نفتح قلبنا لبعض نتكلم يعني، مش اكتر من ذلك يعني. ما انما في الصداقه العميقه بقى اللي هم معايا من الجامعه وكده، دول عاشوا معايا الحلو والمر. وانا ما بحبش اخسر حد في الوسط الفني بالذات الا اللي يهني، اذا واحد هني او واحده هنتني ابعد عنها. وده حصل؟ لازم يكون حصل عادي يعني. مين عمل كده؟ لا مش مشكله يعني، عفى الله عما سلف. لكن اللي بيعمل كده انا ما بقدرش اكمل معاه المشوار يعني. لكن في ناس كتير بيني وبينهم محبه، بمجرد ما نتوجد في لوكيشن تصوير وبنبقى سعداء جدا ان احنا بنشوف بعض يعني. زي مين؟ حاليا معرفش، كان زمان يعني. مين كان زمان؟ كان زمان الضيف احمد الله يرحمه. الله يرحمه. وجير سيدهم الله يرحمه. الله يرحمه. وبعض الاحيين كان سمير غانم الله يرحمه ويحسن. يعني ايه في بعض الاحيين؟ لانه هو شخصية جميلة ولطيفة، بس ليه يعني مزاج خاص في الحياة. يعني ايه ليه مزاج خاص في الحياة؟ يعني ساعات ليه فتح قلبه وساعات يكون قافله عادي. ما بس بكلمك على ديف وجورج دول كانوا. طب وعادل امام؟ صديق واخ وزميل وحبيب قديم. بيكلمك بتتواصل؟ لا ما فيش تواصل. هو لكن اللي في القلب في القلب، احنا حبايب يعني. وبعدين عادل امام دخل الفن وهو في سنه ثانيه في كليه زراعه، كنت انا متخرج يعني، انا اقدم منه شويه في التخرج. لكن تقابلنا بقى في الحياه وفي العمل، وشغلنا مع بعض، وشغلنا يعني اشتغلت معاه عمل جميل جدا
اللي هو دموع في عيون واقعه. اشتغلت معاه الواد سيد الشغال، يعني بينا من بعض كل الحب وكل الود، وانا اقدره جدا واعتبره ان هو فنان نادر يعني. بس أيوة. ليه انت بترفض انه يتقال عليه الزعيم؟ قليل عليه. يعني انت شايف كلمه الزعيم اقل من قيمه عادل امام؟ اه طبعا، لانه عادل امام اكبر فنان مسرحي قدم عروض مسرحيه في العالم. لان في العالم ما بيجي يعملوا مسرحيه تقعد 4 5 سنين او 6 سنين او 20 سنة، الكاست بيتغير. لكن مع عادل امام لا، هو لازم عادل يبقى موجود. فشوفي بقى كم ليله عملها وكم مسرحيه عملها، وكم كبير جدا ده، يعني عايز ساقه كبيره. فده هو فنان نادر يعني اللي اتحمل ده كله يعني. يعني هو اهم من مثلا فؤاد المهندس، اهم من عبد المنعم مدبولي؟ لا، ده حاجه وده حاجه. ازاي؟ فؤاد المهندس استاذنا، انا اتعلمت على ايديه، وعادل برضو تلمز على ايديه مرحليا يعني. واستاذنا الجميع كله بقى دول كان عمنا المدبولي. فدول حاجه يعني كاتيجوري خاص جدا. اما عادل امام اما ظهر بقى وبان ونال حب الجماهير بقى حاجه تانية، تحط في مكان تاني. المكان التاني ده بقى يجبرنه لازم يقدم اعمال ذات مضمون وذات فكر. فقدم بقى في السينما اعمال كتيره مهمه جدا يعني، حتى لا يطير الدخان وخلافه وخلافه وخلافه، وانا مش حافظ كل بتاع، انما قدم في السينما اعمال كبيره. تعاونه مع اصدقائك محمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز، اتنين مخرجين كبار، عملوا مع عادل امام افلام مهمه جدا. طبعا. ومع وحيد حامد طبعا الله يرحمه. طبعا طبعا. وحيد حامد وشريف عرفه عملوا مع عادل امام شغل قوي. وشريف عرفه يعني. طبعا. سمير سيف عشان مخرج كبير عمل مع عادل امام شغل مهم. مين؟ سمير سيف. شوف بالظبط. يعني هو من الفنانين النادرين حقيقه يعني جدا. الزعامه دي كلمه ماديه رايي انا يعني. واذا كان هو حابب الاسم ده طبعا شيء يرجع له، لكن انا شايف انه اكبر من كده يعني. طب لو مش هنقول الزعيم نقول ايه؟ عادل امام هو اسم علم يكفي، مش محتاج العارف لا يعرف. يعني انت حضرتك تقدر تقولي محمد صلاح حاجه تانية؟ لا. محمد صلاح هو محمد صلاح اللي بيصل لمرحلة كبيرة في حب الناس و و و و و والاحترام ليه، وانه عطاء دائما في هذا المجال، بيبقى الاسم كفاية. يعني انت دلوقتي لما تيجي تقولي مسرحية للريحاني بس مش محتاج نقول مش كده ولا انا غلطان؟ لا انا مع حضرتك تماما، انا ما بحبش فكره الالقاب، بس الالقاب دي عملت مشاكل كتيره ما بين الفنانين. يعني مثلا كان ناديه الجندي ليها لقب نجمه الجماهير مثلا، نبيل عبيد مش فاكره كانت ايه، نجمه مصر الاولى مش فاكره ايه، مش فاكره، بس كان بيبقى دايما في حساسيات في موضوع الالقاب، ان اللقب ده بتاعي واللقب ده بتاعها. طيب هم حرين في نفسهم. اهو النتيجه ايه؟ ايه النتيجة اللي احنا فيها دلوقتي؟ اللي هي؟ معرفش ما فين هم بقى. يعني انا سمعت من مدام نادية الجندي في احدى اللقاءات ان هي اللي انتجت كل الاعمال بتاعتها، عندها محل ملابس مستوردة حريمي، قالت انا كنت بنتج من خلال ده. طب ايه اللي مانعها دلوقتي تنتج؟ ما هي النجمة الاولى يعني، ايه اللي مانعها يعني؟ ما ده بالعكس، ده دلوقتي مرتع للانتاج وكده. فيعني هي المساله مش بالسهوله دي يعني. و كل واحد حر بقى يقول على نفسه ما يقوله. انا بالنسبه لي اسمي فاروق فلوكس، الحقيقي فاروق توفيق صالح مبارك، الشهره فاروق فلوكس وبس. انا هسالك على فلوكس بس معانا تليفون، يا ريت انت تستقبله. قول الو. الو يا فوكس،
ايوه. فوكس. طب منور بتضحك ليه؟ التلفزيون يا فوكس ابني مش تقول لنا. الوحيد اللي مسميني فوكس. لا انت فوكس كبير. يا ايوه كده يا فوكس، دي القنوات الحلوه اللي تطلع فيها دي، دي ايه القنوات المحترمه اللي تطلع فيها. طبعا هو ده، ده طبعا الاساس. ده ابنه حبيبي ده. ما هو احنا بنحبه جدا، بس احنا عندنا ليه عتاب. ازيك يا انجي؟ ازيك عامل ايه يا احمد؟ عتاب ايه؟ انا بشوفك قدام الشاشه فنان تقيل، الله لما يخليك. بتعمل دور، يعني بتعمل دور ادوار كويسه. لما الله شفتك يخليك. لو تفتكر في العرض الخاص في فيلم الممر، انا سلمت عليك قلت لك رائع. بس احيانا لما بشوفك انك انت بتحاول تعظ الاخرين، بتساءل واحد نجم هيبقى نجم كبير، انت فنان تقيل يعني بتمثل حلو، وما بتعمل دور بتعمله حلو، ليه ما بتركزش في ادوارك وسيبك من الاخرين؟ عشان نوصل لجيل جديد ونفهمه معنى كلمة ضباط قوات مسلحة ومعنى كلمة شهيد، يبقى احنا بننصحهم وبنفهمهم. احنا اتخلقنا عشان كده. فمش أكيد. معنى ان انا مش قادر اقدم ده فني، اللي انا شايف ان تاريخي البسيط الصغير اللي من سنة تقريبا 2004 لغاية فيلم الممر قدمت فيه أعمال كويسة، خلاص عملت كارير شيفت، وبإذن الله بنفس اللي احنا بنعمله عملناه في الفن هنقدمه في البيزنس وفي الصناعة. ما أنا مش بتكلم على أدوارك، أدوارك جميلة وما حدش يقدر يتكلم فيها، أنا بتكلم على فكرة إن أنت بتسيب الأدوار دي وبتخلي شكلك على السوشيال ميديا، إنك تتكلم مثلا عن أمينة خليل، تتكلم عن إلهام شاهين. لا حضرتك من الواضح إنك ما بتركزيش في اللي بكتبه بالظبط، أنا ما اتكلمتش على أمينة خليل، أنا اتكلمت على مشهد لا يصح لينا كمجتمع مصري. ما أنا شفت، شفت اللي أنت كاتبه. لكن أمينة، وبالمناسبة أنا كنت داخل بنت بنحضر مسلسل لإنتاج شركة من عندي، وأمينة كانت من المرشحين الأوائل وما زالت، وأنا من عشاقها وما عنديش مشاكل معاها. لكن أنا أنت معترض على المشهد اللي إحنا شفناه، مشهد والله معين. حضرتك فيه تحب بنتك تتفرج عليه؟ ما هو المشكلة أنا أحب أو ما أحبش، دي مش مشكلتي. أنت فنان ليك اسمك، ووالدك ليه تاريخ كبير، ليه ما بتركزش في شغلك؟ ليه أنت حاطط نفسك إنك تعلق على شغل حد تاني؟ ده سؤالي. لا أنا مش بعلق حضرتك، حضرتك أنا من شغلي ومن واجبي ومن حفاظاً على مهنتي وحفاظاً على كياني وحفاظاً على كيان والدي، أنا لازم لما أشوف حاجة زي كده، وأنا راجل عربي شرقي متربي في بلد احنا اتولدنا عندنا جوانا بالفطرة عادات وتقاليد شرقية وديننا، وعلى جميع الأديان مش دين واحد بس، يعني عشان ما حدش يقول لك استشيخ ومش عارف ايه، الدين الإسلامي والمسيحي كل الكتب السماوية في محرمات. لا يمكن ان انا اقبل كراجل من اهل مهنة وكراجل عشت في عصر الواو في الكلمة ليها معنى، اقبل ان انا اجعل المحرمات مسموحات وعلى التلفزيون. لما احنا كلنا نتخرس مين هيواجه ده؟ فاعتقد ان سؤالك مش في محله. لا انا من حقي اسال علشان اسمع رايك، علشان انت عامل حاله على السوشيال، يعني انت عامل جدل كبير على السوشيال ميديا. مش عامل حاله ومش فارقه معايا الحاله ومش فارق معايا مين بيقول ايه. انا فارق معايا ان احنا بلد ليها عادات وتقاليد لا يمكن نسمح انها تهدم. احنا ناس اصلنا صعايده ما يصحش. وبعدين انا ما بتكلمش كلام جاي من السماء، انا بتكلم كلام واضح وبسيط. جميع الاديان السماويه فيها محرمات، لا يمكن انا كميديا وكتلفزيون وكدراما أظهر ده على الشاشة بأنه مسموحات. أي طيب ده اللي أنا اتربيته في المبنى اللي حضرتك فيه. تمام. وده اللي أنا اتعلمته من الأساتذة اللي اشتغلت معاهم في المبنى اللي حضرتك. يا أحمد يعني طبعا أنت بتتكلم في منطلق مظبوط، لكن المطلوب انك تهدى شويه بس عن في الحياه. انا حبيبي هادي، هم بس في ناس بتتضايق من الحق. معلش، ما في ناس من الحق
بتتضايق. اهو لذلك لذلك بس ده حق. على فكره بس الآية. انا عايز اقول حاجه، احنا في يوم من الايام اتحدنا كلنا وقفنا قدام اعداء كانوا عايزين يبهدلوا البلد دي، والبلد دي احنا انتصرنا ومحدش قدر يبهدلها، فلازم نقف ونتحد ان اخلاقنا كمان محدش يجي ناحيتها، لان لو اخلاقنا راحت بلدنا هتروح. تمام احمد، برضو عايزه انتهز الفرصه لان حابه ان انا اسالك كل الاسئله عشان انت توضح كل الحاجات بنفسك، احب ان اخد المعلومه من مصدرها. حصل لقاء مع الاستاذ الكبير فاروق فلوكس وحصل بعض التصريحات، وانت بعد كده شفنا يعني تسجيل لمكالمه بين النجم الكبير فاروق فلوكس وابنه احمد فلوكس، ايه اللي حصل؟ انا عايزه افهم ايه ده. لا اللي حصل واضح، ووالدي بس عشان انا يعني هو ما بيحبش ان انا اقول الكلام ده ودايما يقول خلاص اللي حصل حصل. اعتقد واضح من التوناليتي ومن طريقه كلامه في الحلقه والبطء الشديد وهو قاعد قدامك، انت عامله معاه دلوقتي انترفيو، شوفي قوه وسرعه استجابته وصوته واتفرجي على الحلقه اللي كان طالع فيها، شوف كان بيتكلم ازاي. بس ده ردي. تمام، انا بس بسال على المكالمه التليفونيه اللي بينك وبين والدك، ليه ازاي طلعت؟ ازاي احنا سمعناها؟ انا اللي نزلتها. انت نزلتها؟ انت قاصد؟ طبعا قاصد، وقلت لوالدي اني بسجل، هم قالوا ان انا ازاي اسجل لوالدي مكالمه. بس انا حبيت اسجل يعني انزل مكالمه اشرح للناس، ووالدي بقى نام وصحي وواعي وفاهم وعارف انه هو نفسه قال في المكالمه انه في يعني بس there's something wrong، في حاجه مش مظبوطه. هو ما كانش يعني مش عايز اتطرق قوي واتعمق في القصه دي لان كل شيء ليه وقته وليه ميعاده وهيظهر للعامه. يا احمد، احمد نعم، عفى الله عما سلف، اعتبر الموضوع ده حقك جبته يا بابا، خلاص انتهى، خلاص مش فارق معايا، المهم حق البلد انتهى. يعني لا الموضوع يعني في الكلام ده بالذات انتهى يعني، وانا اكن ليك كل حب واحترام، وانا سعيد ان انت ابني. بقولها لك، بقولها من كل قلبي، انت اللي عملت بعد ربنا طبعا اللي خلقني، انت اللي عملتني وانا بدون اسمك لا اسوى شيء. لا علمتني المبادئ، علمتني القيم، علمتني الثقافه، واجب عليا، واجب عليا علمتني يعني. حب بلدي، علمتني حب قادتها، حب ناسها، علمتني ازاي احب الناس من وانا صغير، بتاخدني من ايدك وننزل ونمشي وسط الناس في اسكندريه في عز ما انت بتعمل مسرح، وكنت بستغرب وتقول لي يا ابني هم دول الناس اللي احنا منهم، خليتني احبهم، خليتني احب المناطق الشعبيه، خليتني اصحابي كلهم اختارهم جدعان، عرفتني الاصول، عرفتني المبادئ. انت يعني ما انت اخر ولد ابن بلد يعني وجدع ورجوله وتقف جنب ناسك واصحابك يعني، ما انتش يعني انت نفسك خامه جيده جدا يعني. قد يكون كله بعد كله بعد فضل ربنا، بفضل تربيتك وبفضل تعبك الله يكرمك وشقاك وتضحياتك لينا، واجب ده واجب، وربنا يخليك. المهم حضرتك وحشني، ابقى كلمني طمنا عليك. ها اول ما ارجع القاهره هاجي لك. انت فين يا احمد؟ انت فين؟ بره القاهره. انا في اجمل مكان في اسيوط الجديده. بتعمل ايه هناك؟ احنا عندنا مشروع بنبنيه هناك، وان شاء الله بنعمل اول، مش عايز يعني كنا هننعنى بس يلا يعني، عندنا بنعمل اول ملاهي الكبيره جايه من بره لاهل الصعيد في جوه المشروع اللي بنبنيه، وان شاء الله يعني بنعمل حاجه كويسه، وما شاء الله المدن الجديده كلها اللي معموله حاجه تفرح وحاجه جميله، ويعني الاستثمار فيها والشغل فيها مش الروح اللي فيها مش بس مكسب مادي، ولكن كمان مديانا طاقه فظيعه ان احنا نعمل حاجه كويسه. جميل جدا. احمد، والدك قال لك اهدى شويه، هتهدى شويه الفتره الجايه ولا انت مكمل؟ لا هو هيهدى انا متاكد. على فكره عايز اقول لك حاجه بس. انا كده هادي. كده هادي؟ يعني انت كده الهدوء بتاعك ده هدوء احمد فلوكس. اللي عارفني كويس ده هدوء ما قبل العاصفة، واضح.
لا انا احنا مفيش عاصفه، احنا العاصفه، البلد دي وشعبها هي العاصفه، محدش يقدر يجي علينا ولا يجي جنبها. بس ايه حكايه فوكس؟ فوكس؟ لا خلي بالك، فوكس 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 يعني، مش ربنا يخليني يا رب. اشكرك احمد فلوكس، شكرا جزيلا ليك. انت دايما نصيحتك ليه اهدى شويه، وانه عفى الله عما سلف. هو احمد بياخدها يعني يعني ما هو كويس جدا، انسان طيب جدا وجدع جدا وراجل جدا، بس ساعات العصبيه بتاعته يعني بتبقى صعبه شويه، لكن هو كويس والله، والله كويس. هاخد بق الشاي كده. طبعا اتفضل، حاجه دافيه. احنا لسه النهارده ساعه الارصاد الجويه، بكره بتقول ان شاء الله هتبقى احسن بكتير، وعلى يوم الاحد هيتحسن جدا وجدا. طيب بالنسبه لاحمد، يعني ده احمد ممثل جامد جدا، وارجو انه يعود مره اخرى للساحه. احنا متفقين بشده ان احمد ممثل ممتاز، ولكن هو فكره احيانا ان هو بيقول انتقادات وبيبدي اراء في غيره من الفنانين او مشاهدهم او شغلهم، برضو ده شويه بيخلي في انتقادات بتتوجه ليه. طب ما تخليك في شغلك. ما نعمل ايه بقى، نعمل ايه ده ابني بقى، ودي شخصيته، هعمل ايه، نعمل ايه. يعني انا زمان لو كنت قلت راي كتير كنت هتضرب جامد يعني، فانا ما بقولش راي في الحاجات دي يعني. انا النهارده قلت راي مثلا على مدام الفنانه الكبيره ناديه الجندي، بقول ليه ما انتجتش دلوقتي، ده رايي، يمكن تزعل منه، لكن هو الطبيعي كده، مدام بتنتج انتج دلوقتي، ده دلوقتي مرتع كبير قوي، وربنا يوفق. فيعني يعني من المرات النادره اللي اتكلمت على حد يعني. انت ما تجاوزتش حقها، انت سالت سؤال لماذا لا تنتج ناديه الجندي الان، ما فيش اي تجاوز حقها. يعني انا ما مش في العموم بتكلم كتير على الناس يعني. لا انا عارفه متاكده، بس احمد ايه مندفع شويه. طيب قبل ما نشوفك في سيدتي الجميله، اهم مسرحيه او المسرحيه الاولى التي اشتهر من خلالها فاروق فلوكس، كان في 7 مسرحيات مهمه جدا ما اتصورتش فما عرفناش عنها حاجه. لا هو في واحده اتصورت كانت اللي هي البيجامه الحمراء، ودي كان فيها بطولة الأستاذ الله يرحمه الأستاذ أبو بكر عزت، اللي اكتشف فيها الموهبة بتاع التمثيل. وكان فيها الأستاذ عبد المنعم مدبولي أستاذنا، وست عايلة راتب، وست نجوى سالم، وعادل أستاذ عادل إمام، الأستاذ سعيد صالح، الفنانة نبيلة السيد، مجموعة كانت جيدة جدا جدا جدا. وده كان أول عمل احتراف اشتغلت فيه يعني. وده اتصور. ومن في مسرحية مع نادية لطفي، المسرحية الوحيدة اللي هي عملتها. لا يعني عايز أقول لحضرتك، المسرحية دي كنا بنعرضها في اسكندرية على مسرح الريحاني، اللي هو مكانه دلوقتي عمارة تحت منها قهوة اسمها قهوة الريحاني أظن. كان ده مسرح أساسا. بتاع اولاد بديع خير الله يرحمهم. ف كنا بنعرض، وكان في العيد الكبير، وكنا بنعرض ماتينيه وصوريه في نفس الليله. شوفي بقى كان نجاح مرتين في نفس اليوم، الصبح وبالليل، ولا ورا بعض، من 6 لـ 9 ومن 10 لاخر اليوم. دي من الحاجات اللي انا فاكرها في هذه المسرحيه، وكانت جميله جدا، مسرحيه جميله جدا يعني. استاذ عبد المنعم مدبولي كان عامل فيها شغل عظيم، وعادل امام كان عامل فيها شغل هايل قوي، وبكر عزت كان، دول ناس الرائع الجميل ابو بكر عزت. طب وبعديها عملنا مسرحيه اسمها المغفل، بطوله الاستاذ امين هنيدي والاستاذ عبد المنعم مدبولي ومجد الخطيب، وكنا احنا موجودين معاهم. ف عمان مدبولي كان اخو مرات اسمه ايه ده، امين هنيدي في الروايه يعني. ومراته كانت الست الجديده عليه، فمظبطاه او مسافره مظبطاه يعني. تخش المطبخ تعمل كده، مش عارف ايه كذا،
وسايب اخوها اللي هو عبد المنعم مدبولي، وكان يمتاز بان هو بيقول نكت بايخه طول العرض. فطبعا كان عالي جدا. وبعدين كان شايل مخله بحيث لما يطلب منه اي حاجه يقول له اتفضل ايه كده يعني، ويقول له مثلا طب انا عايز قهوه، يقول له هطلع السبرتايه ويطلع البتاع يقول له كده يعني. فجاء في يوم متجنن بقى امين هنيدي ان امان مدبول افاته عاليه يعني. ففي يوم كان العرض يوم 28 يوم، النور اتقطع في المسرح وانتم شغالين، احنا شغالين. فعمنا مدبول قال ايه مره واحده النور اتقطع في بيتهم ربطوا بفتله. الناس ضحكت. فمدبول امين النادي الجانب كل ده بيضحك في الضلمه، ده بيضحك في الضلمه، لا انا مش شغال بكره مش جاي. وانتهت الروايه على كده. كان في غيرة فنية ما بين أمين الهنيدي وعبد المنعم مدبولي. هو أمين الهنيدي كان من النوع اللي يقول لك كله يشوت وكله يباصي وأنا بوشكش أنا اللي أسجل. الله يرحمه عشان كان راجل طيب جدا على فكرة. وبعدين عملنا بعد كده عدنا بقى رواية أصل وصورة، وعدنا عملنا رواية زن الستات، بعدين عملنا بقى رواية بمبا كشر بطولة مدام نادية لطفي. يا سلام يا سلام على جمال الست دي ورقتها وشخصيتها الطيبة الجدعة، وكانت الرواية ناجحة جدا جدا. خسارة انها ما اتصورتش. خسارة جدا جدا، لان كانت عالية، رواية عالية، وبعدين فيها قص كبير يعني. هي مدام نادية لطفي معاها عبد المنعم مدبولي، وكان فيها حسن مصطفى، وكنت فيها انا ومع في سيد زيان، وفي نظيم شعراوي واساتذه دول، وبعدين جاء سعيد ابو بكر، وجاء صلاح نظمي، وده مجموعه، وكان في مجموعه كبيره من الفنانين. وكان في نبيله السيد وجمالات زايد. ايه ده؟ في روايه واحده. وسرايا حلمي كمان يعني. هي كانت روايه حلوه جدا وكانت ناجحه جدا، بس للاسف الشديد ما اتصورتش يعني. وبعدين عملنا روايه ثانيه، وبعدين عملنا بقى سيده الجميله. سيده الجميله يا واد يا صليط. 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 صليط بقى ده كان سبب انتشار وشهره فاروق فلوكس الاولى. قد يكون ذلك. يعني احنا يمينا ما كانش الفكره كده، انا ما كانش عندي هذه الفكره. انا عندي فكره ان انا اعمل دور اعمله كويس. يعني كما ينبغي. باخد كم مش قضيتي؟ كنا بناخد 25 جنيه في الشهر. دلوقتي لو زمن اتعاد بيك هتعمل كده برضه، ولا هتقول لا انا عايز اجر كبير وانا عايز اخد قيمتي؟ لا انا اخد دور كويس قوي، ما يهمنيش الفلوس. يعني فلوس طبعا هي مهمة، ما حدش يقدر ينكر يعني، لكن يهمني الدور. هو انا لما عملت الحاج متولي الدور اللي انا عملته ده مش مؤثر؟ مؤثر طبعا. بطلع في الجزء الاخير من المسلسل الاربع خمس حلقات الاخارة، ما اثرش؟ اثر ولا ما اثرش؟ اثر. كان ابو زوجته الاخيرة. وراجل يعني عاش في السبهللة وبيشرب وبيعمل وهمه الفلوس، وهمه الفلوس وهمه كذا وهمه يعني. الشخصية دي لما تقريها حضرتك على الورق تلاقي دمه تقيل. أنا بسطته بحيث يطلع الدور حلو، وبقينا نحب المشاهد اللي أنت بتطلع فيها. رغم إنه الشخصية ممكن ما نحبهاش. وما خدتش فلوس يعني قوي يعني، ما كانش دي القضية بتاعتي يعني. القضية بتاعتي إن أنا عملت دور كويس يعيش لغاية الآن وبعدين ونفتكره. ده الفنان كده يعني. هل انت حضرتك تقدري تنسي فتحي القصري؟ لا طبعا. هل تقدري تنسي سلام النابلسي؟ الناس دي عملت ادوار ما تتنسيش وما خدتش فلوس بحجم الادوار. ولا خدوا ده عبد السلام النابلسي
مات وعيني مديون، مات مديون. اه، واللي عمل له الحكايه دي كلها فريد الأطرش الله يرحمه، هو اللي صرف عليه في الاخر ودفنه. انا فاكره اه صديقه وتوأم روحه. معانا تليفون حباك تستقبله، قول الو. الو الو. ايوه. ازيك يا فلوك؟ يسر فلوكس. النهارده العيله مش سريه. واحد فوكس وواحده فلوكس. لا حبيبتي يسر دي. الحمد لله على السلامه يا يسر. الله يسلمك. آه لسه كنا بنسال عن الحسا اللي عملتيها. الحمد لله على السلامه. الحمد لله انك انت تمام. الحمد لله، يعني حاسه بسيطه وعدت على خير الحمد لله. وطبعا بهنيكي على الحفله الاخرانيه، حفله يوم الشهيد، بحييكي بجد يعني. ربنا يخليكي، كتر خيرك. شفت لك كلمه كاتباها، قلتي ابويا ده احسن اب ممكن تشوفه في الدنيا، اتعلمنا منه حاجات كتيره قوي، الجدعانه وطيبه القلب خدتها من ابويا. ده حقيقي. حقيقي ابويا ده يعني طبعا كل بنت بتقول كده على ابوها، بس يعني أنا البنت حبيبت ابوها طبعا. اه بس انا الحقيقه ابويا يعني ده كرم كبير من ربنا انه طلع ده بابايا، لانه يعني لولا انا ما كنتش بقيت دلوقتي يسر فلوكس المخرجه الشاطره المثقفه اللي الناس بتحترمها اللي بيدوها قدرها، يعني لانه علمني كتير جدا، علمني كتير وشرح لي الحياة وثقفني، خلاني أحب القراءة، علمني أنه البني آدم لازم يبقى ليه قيمة وهدف بيسيبها بعد عمر طويل. يعني أنا اتعلمت منه حاجات كتير قوي، وساعات هو كان بيوريهاني بشكل مباشر أنه بيعلمني، وساعات كان بيعمل ده بشكل غير مباشر وهو قصده الحقيقة. وبعدين بابا ضحى كتير جدا عشاننا، يعني بابا عاش عمره كله عشاننا. انا والدتي توفت واحنا صغيرين، وهو تحمل مسيره وعبء كبير قوي يعني الحقيقه. واقدر اقول لك ده بمنتهى الاريحيه، لان انا الكبيره من اكبر اخواتي، فانا اللي عاصرت المجهود والشقه اللي هو تعب وكتير يعني. والله ده واجب لازم اعمله يعني. يعني انا خلفتكم ولازم اراعيكم، ده امر الله يعني. انت حبيبي يا فوكس. لا هتسرقي كلمه احمد، ما ينفعش. لا ما انا واحمد واحد، احنا ولاده واحنا بنحبه وما لناش غير بعض وما نقدرش نعمل حاجه غير كده. اخر كلمه عايزه تقوليها لوالدك ايه؟ ربنا يحفظك ويخليك لينا ويطول لنا في عمرك، وتبقى فخور بينا دايما وراضي عنا، واشوفك دايما سعيد ومبسوط. طول ما انت معايا انا سعيد ومبسوط، وربنا يكرمك يا يسر ويقويكي، انت انسانه شاطره ومخلصه. ربنا يسعدك يا بابا، ربنا يسعدك. الله يخليك، كتر خيرك، كتر خيرك. شكرا يا يسر. شكرا، كتر خيرك، كتر خيرك. يسر فلوكس المخرجة الجميلة، أشكرك شكرا جزيلا. طيب خليني أروح لمنطقة تانية. من فترة كان في أزمة كده حوالين فيلم أصحاب ولا أعز، اسمك اتردد في الموضوع ده باعتبارك قبل كده قدمت شخصية الرجل المثلي الجنسية، وقتها ما حصلش الأزمة دي. شايف إزاي التغير اللي حصل في المجتمع؟ هو الحقيقة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لماذا أنا قابلت الدور ده؟ يعني من أول صفحة مكتوب كده إن هو شخصية كده يعني. على اليمين في السيناريو توصيفا للشخصية دي بيتقال عليه كده. فأنا ممكن أرفض أو توافق، وممكن أقبل. واخترت إنك توافق. إمتى بقى؟ لما قريت السيناريو كله في نفس الليلة. استاذ وحيد حامد الله يرحمه قال لي هبعت لك الورق تقراه والسيناريو وتقول لي رايك. شخصيه ترتر. اما انا قريت في لقطه معينه، هي دي اللي شدتني، ان هي راحت للراجل موظف الحكومه اللي هو عامله الاستاذ المهدي، اللي رفض، قال ازاي نعمل دار كذا من رقاصه فقلت له يعني، قال لها كده ما ينفعش رقاصه تعمل دار ايتام ولا تعمل مش عارف ايه.
قالت له طب بلاش انا، الاستاذ ده ممكن يعمل الدور، يعمل اللي هو الدار. ابص له كده وقال قال اه ممكن. هي دي اللقطه اللي عجبتني قوي في الفيلم، انه هذا الشخص المثلي يعمل دار الايتام ماشي، لكن الرقاصه لا. لا يعني انا اعجبت جدا بالمعنى ده. وحتى المشهد ده انا ماليش فيه كلمه، انت واقف بس قاعد على بتاع. وعملت له طقم مخصوص لبس عشان اللقطه دي، هو ده اللي خلاني اعمل العمل ده. والكونتراست ده يعني التضاد في الافكار الحكوميه دي، قلت الله يعني ايه يعني رئاسه ما تعملش، يعني في ايه؟ وانا مش مع الرئاسه او ضد، انا بتكلم عن المعنى. فعملت الدور ده واتحدى لو حد يقول لي انا قلت كلمه خارجه واحده. انا كل اللي زودته في الدور ده بعد استئذان المخرج الله يرحمه سمير سيف كلمه فل يا روحي بس. فل يا روحي، فل يا روحي، فل يا روحي، كنت بتقولها لنبيل عبيد. بقول عموما يعني كده اهي صورتكم اهي مع بعض انت ونبيل عبيد في فيلم الراقصه والسياسي. وانتم قاعدين في المكتب ولابس، انت عملت البدله دي مخصوص علشان المشهد ده، سويتر وساعه متعلقه، ويعني يعني انا عملت الفيلم كله عشان اللقطه دي. وبعدين ما جرحتش احساس حد. وواضح ان انا لون. ما تعرفيش لون ايه ازاي يعني، انما هي قالت عنه ان ده راجل يعني بياخد مخدرات وبياخد كذا وبياخد كذا وبياخد كذا. هذا الدور كان من ضمن اسباب ان الفيلم لما يتشاف تحب الكاركتر ده، ما تكرهوش لانه ما قدمش حاجه فجه. ده وصل الامر في احد المشاهد وهو ده راح لها جايب الاكل وراح لها في النيابه ولا كان فين، ماشي بظهره ازاي، الناس ضحكت. الناس ضحكت على ظهره. فعايز اقول ان مش كل ما واحد يعمل حاجه تبقى ليها مردود خاطئ. اما بقى بفج بقى واعمل حاجه بره المضمون. بس حضرتك دلوقتي بتقولي وصلت ان الناس حبت الراجل ده، طب مش شايف انه انك تخلي الناس تحب الشخص المثلي دي حاجه ممكن تبقى يعني ازاي يعني زاد المثليين زادوا في البلد عشان ما لا يعني ما يعني هو بقى خفيف على قلبهم. ما كانش في قصدك، ما كانش فج يعني. لا قاعدين وبعدين الفن فن يا استهانم يعني ما، انما لما انا اعمل حاجه بقى فيها اوت اوف ستاندنج بره المضمون يعني انا ما شفتش الفيلم اللي حضرتك اتكلمت عنه، لكن خيل ان في حاجات كده حصلت شكلها مش، فانا ضد ان انا اعمل حاجه فيها ابتذال يعني نسميه اي حاجه بقى. طب شفت عماره يعقوبيان؟ شفت مثلا، شفت دور خالد الصاوي؟ ايوه. ايه رايك قدم شخصيه المثلي ازاي؟ قدمها ممتاز. وهي دي اللي عملته، الدور ده هو اللي عمله. هو اديها فرصه النمو يعني. لا قدمها ممتاز، بس اعتقد ان كان في مشاهد صعبه يعني. بس هو كان هايل فيه يعني. هي جت كده الحقيقه يعني، ما حدش وقف وكسر المعبد على دماغهم يعني. انما بقى لما يبقى اوفر، انا ما اعرفش الفيلم فيه ايه، انما لو في حاجه زي ما سمعت كده يعني، مع حبي واحترامي الشديد جدا للفنانه منى زكي وجوزها، انا بحبها جدا جدا، بعتبرها من فنانات ذات المستوى العالي يعني. طبعا طبعا. ما اعرفش وجهه نظرها كانت ايه، ما اعرفش. يعني انت ضد المشهد الشهير بتاع منى زكي في الفيلم ده؟
انا ما شفتوش. سمعت عنه فانت شايف انه ما كانش المفروض تعمله. مش منى زكي يعني، منى زكي دي ايقونه حلوه جميله. انه يمكن لو فنانه تانية اعتادت على المشاهد دي كان يعني هيعدي، لكن انه كانت الصدمه انه منى زكي اللي تعمل المشهد. ايوه كده قصدي اقول يعني. زي المشهد برضو بتاع امينه خليل، انه ربما يكون عادي بس لو فنانه تانية غير امينه خليل عملته يمكن يكون عادي، بس هي ما تعودناش على النوع ده. انا ما شفتش امينه خليل عملت ايه. دي حته بونبونيه لطيفه. وبحبها هي جدا، هي ومنى زكي. احمد اللي شاف واحمد اللي رد واحمد اللي علق في الموضوع ده يعني. لا يعني انا ما شفتش. ما بتتابعش السوشيال ميديا؟ انا لا، لان يعني للاسف عناية فيها شويه مشاكل. الف سلام عليك. فانا بشوف اقرا ولا اكتب. وانا من امراضي القراءه والكتابه يعني، انا قارئ كنت يعني، دلوقتي ما بعرفش اقرا ولا اكتب يعني، فبالتالي ما بشوفش السوشيال ميديا دي. ومش مهتم بيها يعني، ما يعني كل واحد حر بقى يقول اللي عايزه في البتاع. الشيطان بتاع العصر ده اللي هو الموبايل ده، ده شيطان العصر للدرجه دي؟ طبعا. هو بوظ العلاقات بتاعه الناس، و يعني انا لا استخدمه الا في ان انا اتكلم او ارد، غير كده انا ما بعتبره حاجه يعني. شوف عامل ايه في الناس يعني. السوشيال ميديا وعامل ايه في الـ في الـ في الـ في الاشاعات يعني، مصدر اساسي للاشاعات اللي ضد البلد جوه البتاع ده. انا مسميه شيطان العصر يعني. في النهايه هل حضرتك راضي على الكارير بتاعك، ولا شايف انه لا انت كنت تستاهل اكتر من اللي انت وصلت له؟ شوف حضرتك، انت بتكلمي انسان قدري. انا مؤمن بما قدمه الله لي في كل حاجه، وانا كده مبسوط. انا سعيد جدا. انا خرجت من الهندسه، اشتغلت بيها لغايه ما طلعت على المعاش 50 سنه عاش مبكر علشان اقدر التحق بنقابه الممثلين. خلصت الحقوق بعديها، وبعدين فنان. احط مع اكتر من كده ايه في حياتي يعني. قصدي ان انت عملت اعمال مهمه وليك تاريخ طويل، ولكن ما حصدتش ثمار اللي انت زرعته قوي يعني. ايه هو لا حصدت عند اولادنا كويسين، وحصدت حياه طيبه، وحصدت حضرتك الناس الحائط الرابع الجماهير، حب الناس. حب الناس لا يقدر. قصدي يعني انه الفن انت اديت له اكتر ما هو ادالك. في السماء رزقكم ما توعدوه، ما قالش في الارض. اللي ربنا رايده هو اللي اكتمل، وانا مؤمن جدا بذلك يعني. يعني عايز اقول لك حاجه، ولو ان ده طبعا عيب اقوله. انا عمري ما خدت 100,000 جنيه. معقول؟ انا بقول لحضرتك. ومع ذلك ربيت ولادي ودخلوا جامعات خاصه وتخرجوا واشتغلوا، والثالثه بقى خدت اقتصاد وبعدين قعدت في البيت. هيبه اتجوزت وخلفت وده حياتها. طيب ما هو ليه بقى؟ ليه؟ لان هي المساله بتيجي، انا غرامي في ايه؟ شغلتك. غرامي في القراءه والكتابه واقتناء الانتيكس يعني، الحاجات الانتيكس. هواياتك الشخصيه. دي هواياتي. بس لا انا بقى غاوي ان انا اعمل كده ولا اشرب كده ولا مش عارف ايه. فالقرش اللي بيجي بيتصرف على حاجات كويسه. وطلعت لي عيال زي الفل يعني. ربنا يخليهم لك وربنا يخليك لينا. يعني انا مش يعني القرش اللي جالي هو أراد الله ذلك أن يكون كذلك. وأنا مش زعلان يعني، أنا مش عايز حاجة. أنا عندي بتاع ده ناطحات سحاب أملكها، اللي هو جمهور
حب الناس يعني اهم حاجه. الله عليك. انا النهارده كنت سعيده جدا بلقائي مع حضرتك، وحضرتك علمتنا النهارده دروس كبيره في الالتزام والرضا والجدعنه والاخلاق وكل حاجه. شكرا جزيلا الفنان الكبير القدير. انا ما قلتش حاجه خالص على فكره معاك، يعني احنا قلنا شويه حاجات كده، لكن الحمد لله ان انا بس حاجات كبيره وحاجات من القلب. اه طبعا انا ما اعرفش غير كده. أكيد. أشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في مصر جديدة. الله يخليكي. الفنان فاروق فلوكس قيمة فنية كبيرة، تاريخ مش بس يستحق التكريم لكن يستحق أن احنا نقف كتير قدام شهادته على رحلة الفن المصري، رأيه في محطاته المهمة وفي كل تغيير بيحصل فيه، لأنه قبل ما يكون مبدع كبير من مبدعي الفن المصري هو فنان مثقف عاشق للقراية والكتابة زي ما سمعت، وعنده رؤية تستحق الاحترام، عنده خبرات تعتبر عملة نادرة جدا في الساحة الفنية المعاصرة. أشكركم شكرا جزيلا، يوم الحد أشوفكم إن شاء الله في مصر جديدة. We'll be right back.